تنتشر أحزمة الزلازل في عدة مناطق مختلفة حول العالم، يمر بعض هذه الأحزمة في دول عربية وشرق أوسطية، فيما تقترب أخرى منها. وفي ظل زيادة وتيرة عمليات الحفر والتكسير الهيدروليكي حول العالم، تتصاعد المخاوف من انتشار الزلازل الناتجة عن الأنشطة البشرية، إذ بلغ عدد آبار النفط التي تحفر سنوياً أكثر من 100,000 بئر. وبحسب علماء الزلازل والأراضي، فإن المنطقة العربية ليست بمنأى عن التعرض للهزات الأرضية، نظراً لاقتراب عدد منها من مناطق النشاط الزلزالي والأحزمة الزلزالية. ويشير تقرير البنك الدولي عن الكوارث الطبيعية في المنطقة العربية إلى أنه بالإضافة لمخاطر تعرض الشرق الأوسط للطقس القاسي والفيضانات وموجات الجفاف، فإن هذه المنطقة معرضة أيضاً لخطر الزلازل. وبينما تضاعف عدد الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم تقريباً منذ الثمانينيات، فقد تضاعف 3 مرات تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحسب التقرير ذاته، فإنه بعد الفيضانات تعتبر الزلازل هي أكثر الكوارث تكراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتسبب في خسائر فادحة. وحول احتمالية أن يكون التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي الذي يتم في منطقة شرق البحر المتوسط أدى إلى حدوث الموجات الزلزالية الأخيرة التي شهدتها تركيا وسوريا، وانتقل تأثيرها إلى أكثر من 10 دول في المنطقة، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بالتأكيد دائما ما تكون أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث زلازل، ولكن زلزال تركيا لم يكن لهذا السبب. وفي ظل زيادة وتيرة عمليات الحفر والتكسير الهيدروليكي حول العالم، تصاعدت المخاوف من انتشار الزلازل الناتجة عن الأنشطة البشرية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن عدد آبار النفط التي تحفر سنوياً بلغ أكثر من 100,000 بئر، وأن مشروعات استغلال الطاقة الحرارية الجوفية قد تزيد بحلول عام 2050 بمقدار 6 أضعاف. وقد يؤدي استخراج كميات كبيرة من الوقود الإحفوري أو غمر الصخور المتصدعة بالسوائل إلى الإخلال بتوازن القوى الضاغطة على القشرة الأرضية، ومن ثم زيادة وتيرة الزلازل. ولا يعتقد أن السبب في حدوث الزلازل بالقرب من مواقع التكسير هو عملية حفر وتكسير النفط الصخري نفسها، وإنما من خلال آبار التصريف التي تمثل المستقر الأخير لسوائل الحفر المستخدم. وتقع آبار تصريف النفايات هذه على عمق آلاف الأقدام تحت الأرض، ويتم تغطيتها بطبقات من الخرسانة بعد امتلائها. وحول العالم يوجد مئات الآلاف من آبار تصريف النفايات، ويستخدم في حفر كل بئر نحو 17 مليون لتر من المياه المخلوطة بالمواد الكيميائية. ويبقى السؤال الآن، هل من الممكن أن يتم إجبار دول العالم بوجه عام والخليج بوجه خاص على إيقاف التنقيب عن النفط نظير التخلص من مخاوف وقوع هزات أرضية في المنطقة؟